في فترة كده كان في حكم لا داعي لاسمه، واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي، كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقع في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، قول تعالى بتتكلم ده اقف. والله اقف تقف، يقول لك ايه خش ال 18 بنفسك. يعني غصب عنك انت كلاعب كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بينافسك هيخدر ده شعور اللعيبه ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك. صح، في ناس يقول لك طب الاطراف اللي كانت شغاله في ماتش الزمالك والاهلي مش شغاله ليه في الاسماعيلي؟ ان ماتش الاهلي ده حال، ده انت بتلعبه يعني الاهلي مش زي اي ماتش. صح. ثانيا هقول لك حاجه، مش انا شايف ان اللعيبه مش يعني ايه الدافع بالنسبه لها؟ هيقول لك الضمير، الضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلعيب ان انا هموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمري اغيظ واحد صاحبي اللي انت خدت كام بطوله، ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو هو اللي ياخد الدوري؟ كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده ده جميل يا كابتن فاروق. ولا واحده سليمه، لا واحده ولا واحده ضربه جزاء. احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس اداره هو اللي خسرنا. يعني مجلس اداره كان عندنا ماتش الاهلي وبعد الاهلي في القناه. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد الدوري برضه. لان كنا فرق خلاص. انت فرقت والمجلس خسركم ليه بقى؟ جم قالوا خلاص هم عملوا اتفاق مع المصري ان هم يلعبوا المباراه دي خلاص محبه، محدش يتعور، محدش يدخل جامد، يعني حلوين مع بعض. يعني بس لكن الزمالك بيخش فيك على طول. ببقى من جوايا كده، ببقى مبسوط. تبقى مبسوط ليه؟ انت زملكاوي ولا كاوي ولا ايه؟ والله لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا نبقى في الامان 100 100، مفيش مشاكل يعني. مفيش مشاكل. حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهوا بتقول الكلام ده. لا قعد ما بكسفش من حاجه، ما من حاجه. فكان الكابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقفه ايام كابتن حسام حسن. حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا في الاهلي؟ لا في الزمالك اوتوفوستر وكده. فرجع برضك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده، كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع. كان عندنا مباراه المحله في المحل، هو برضك المحله والزمالك. كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين، فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده، كنت طار معاه حضنته بعد ما جاب الجول. لما رجعت من الكويت لعبت الغزل المحله 4 شهور، لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك. وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي ما يعني التوفيق ولا قلبي ما طوعنيش، جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش. فرص وانت ما حبيتش تهدف؟ جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها مركز مع بعضينا لدرجه ان انا جالك فرص جالي فرص وما قدرتش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. في يوم واحده قلت له شيل، يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم انت احط، بتقول لي كابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل يعني. الله ينور عليك. كفونا الكلام. هل انت محتاج بعد ما تسمع ده اهلاوي اسماعيلاوي زملكاوي اي حد بيتابع كوره، هل انت محتاج لسه تناقش الحلال والحرام والجديه والتحكيم مع مين ومين اللي بيكسب بطولات بمساندة التحكيم، ومين اللي كان يعني الفير بلاي نجوم كبار جدا، اللي يقول لك انا حضنت كابتن احمد حسام لما جاب فيا الجون بتاع المحله. كابتن اسامه مدرب عام منتخب مصر بيقول لك انا كنت راجع للزمالك وجات لي 3 فرص درجه قلت لكابتن ابراهيم خش بقى يعني شيل بقى ما تحرجنيش انا هخش على الجون اهو. يعني انت لسه هنقعد نفصل؟ في حد يستطيع انه يقعد يجمل هذا الكلام ولا يقول انهم قصدهم النادي الاهلي ولا يقول اصل قصدهم حاجه تانية غير اللي بيتقال؟ الناس دي بتتكلم وبتنسى انها في لحظه امام الكاميرا بتقول من باب اي حاجه الاستعراض، من باب ان هم يبينوا مدى تعلقهم بناديهم الزمالك. لكن الفاتوره اللي بيدفعها مين؟ النادي الاهلي، الجمهور. مش النادي الاهلي عمره ما يدفع فواتير، النادي الاهلي حقه بيجي له. لانه اللي بيقول لك التحكيم واكتر نادي بيستفيد بالتحكيم الافريقي، ها لا يا حبيبي تعالى بقى اوريك التحكيم الافريقي عمل ايه في النادي الاهلي.